تعالوا بقى مع بعض كده نبدأ يومنا، ومش عارفة عايزة أتكلم معانا على حاجة من الحاجات الجميلة جدا اللي بتحصل حقيقة في مصر اليومين دول، إنك تلاقي بقى زمايلك، صحابك، جيرانك، عيلتك، كل الناس القريبين منك كلهم مهتمين إنهم يزوروا معرض القاهرة الدولي للكتاب واللي فتح أبوابه للجمهور يوم الخميس اللي فات. الموضوع ده بجد عامل حالة إيجابية مبهجة جدا، يعني خصوصا للناس اللي لسه مهتمين بالقراية، وإحساسنا إن القراية لسه يعني بتاخد حيز كبير من اهتمام الناس وشغفهم بالاطلاع والمعرفة، وده بالتأكيد موجود في كل الأجنحة الموجودة في المعرض من كتب في مختلف المجالات. الحلو كمان والأجمل في الموضوع ده إنك تشوف المعرض أو بلدك في عيون الآخرين، وبيتكلموا عنك وعن تاريخك بكل فخر واعتزاز، وده اللي أكد عليه مدير المعرض الدولي للكتاب البحريني الأستاذ بشار جاسم، وده كان خلال جولته امبارح من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب زي ما بنتابع كده معاكم في الفيديوهات اللي بتتعرض دلوقتي. الحقيقة إن ده لو دل على حاجة فبيدل على إن بلدنا مصر استعادت دورها الحيوي والريادي في محيطها العربي والدولي كمان. خليني أقول لكم إن السيد بشار جاسم أستاذ يعني أشاد بافتتاح الدورة الـ 54 لمعرض الكتاب لعام 2023، وقال إن مصر غنية عن التعريف في ثقافتها وحضارتها وتاريخها العريق، وقال كمان إن معرض القاهرة بيعتبر من أكبر المعارض على مستوى الوطن العربي، وده بسبب المساحة الكبيرة اللي بيقام عليها تقريبا قدرت 40 ألف متر مربع، مساحة كبيرة جدا، وكتير جدا من العوامل اللي بتخلينا كمملكة البحرين بنقول كده من الدول إن احنا دايما بنكون موجودين علشان نخلي التعاون الخليجي والمجلس التعاون الخليجي كمان وغيرها من الدول العربية إنها تكون حريصة على المشاركة في هذا المعرض الدولي العريق. فخلينا كده نطمن أكتر ونعرف تفاصيل أكتر من أستاذ بشار جاسم مدير معرض الكتاب البحريني. صباح الفل يا فندم، وخلينا نعرف منك كده تفاصيل المعرض، أخباره إيه بما أنكم موجودين ومنورينا طبعا، وأكيد طبعا ضيف الشرف دولة الأردن موجودة السنة دي معانا، عايز أعرف منك تفاصيل أكتر كده عن المعرض. بداية نتصبح عليك وعلى الأخوة المستمعين، وأنا سعيدين بهذه المشاركة في جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذا العام في دورتها 54. ومثل ما تفضلتي وأسلفتي في حديثك، يعني مصر غنية بتاريخها، غنية بحضارتها، غنية بثقافتها، غنية بكل ما تعني الكلمة وتحمله من معاني. مصر بلد عظيم، احنا يشرفنا ان احنا نكون متواجدين معاكم كأخوان وأهل ما بيننا وما بين الأشقاء في جمهورية مصر العربية في هذه الدورة. نعم. طيب عايزين نعرف كده من حضرتك بقى، بما ان دي الدورة الـ 54 وزي ما احنا قلنا مساحة كبيرة جدا على مساحة 54 ألف فدان، عايزة اعرف منك المساحة الكبيرة دي بما ان انتم موجودين السنة دي معانا، شايف ان المساحة دي الناس عدد كبير موجود، ناس كتير مستمتعة، هل كمان في مشاركة من الدول العربية؟ شايفين عدد كبير جدا من اشقائنا العرب كمان حارسين ان هم يزوروا المعرض السنة دي؟ مما لا شك في مثل ما تفضلت، يعني معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد من أكبر المعارض على مستوى الوطن العربي ويحظى بسمعة كبيرة، وبفضل الله سبحانه وتعالى وجهود القائمين على المعرض من الحكومة الرشيدة وإدارة المعرض الدكتور أحمد والأستاذ سلام بيومي مدير المعرض، كل هذه الجهود تكللت بالنجاح في هذا العام. يعني لأول مرة أعتقد أنه في دول أيضا شاركت في معرض القاهرة الدولي للكتاب مثل الأرجنتين، وفي دول أخرى ما يحضروني، يعني هم أكثر من 53 دولة نعجز عن حصرهم. حضور مميز للمغرب العربي أيضا، الأخوان من تونس، من ليبيا، من المغرب بكثافة. ضيف الشرف مثل ما تفضلتي المملكة الأردنية الهاشمية، سعيدين أن دائما يكون التواجد العربي دائما يحضر في هذه المحافل الثقافية، وهي تعد أكبر حدث ثقافي في كل دولة يقام بها معرض الكتاب. سعيدين بهذه المشاركة. طبعا مملكة البحرين ممثلة بهيئة البحرين للثقافة والآثار تشارك في هذا المعرض لهذا العام بإصدارات وأفكار وإبداعات الكاتب والأديب والمفكر البحريني في شتى المجالات، في مجال الآثار، في مجال التراث، في مجال العادات، في مجال الشعر، الأدب، النقد، المسرح، كل المجالات موجودة. ومعرض الكتاب مثل ما تفضلتي أستاذة هو الهدف منه الأساسي أن تقام كل هذه الدول تحدد على مساحة أرض معينة. شكرا ليك جدا يا فندم. تسهل
تسهل للزائر انه هو الحضور والحصول على مبتغى ان كان مهتم او طالب او باحث. شكرا جدا يا فندم، انا بشكر حضرتك جدا على المداخله العظيمه دي. يعني النهارده طبعا اكيد ساعدتنا كده بتقول لنا شويه تفاصيل من الموجوده، ودايما متعودين اشقائنا العرب يكونوا موجودين معانا ويدعمونا في اي حاجه. زي ما قال كده استاذ بشار، الجناح يمكن فيه كل المجالات كمان مشاركه، تزوروا الجناح والمعرض وتستمتعوا بالزياره الممتعه الثقافيه دي. تعالوا بقى نبدا يومنا النهارده ونشوف هتتابعوا معانا ايه على مدار الحلقه. في البدايه هنتعرف على نتائج جوله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنطقه اسيا الوسطى، والزياره الاولى من نوعها لرئيس مصري لدوله ارمينيا، وهيكون معانا للتحليل من خلال قراءه عناوين الصحف الكاتب الصحفي محمد امين رئيس تحرير مجله اكتوبر. عندنا كمان النهارده فقره مهمه جدا مع الاستاذ الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدوليه، نتعرف منه على اخر مستجدات النشاط الرئاسي على مدار الايام اللي فاتت، وايه اهم المكاسب اللي اتحققت واللي هتتحقق من الجوله اللي اجراها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعائد منها على الاقتصاد المصري وملف العلاقات المصريه مع هذه الدول. فقرات مهمه جدا. النهارده كمان في صباح البلد هنقدم لكم معلومة مهمة عن طرق الوقاية من التدخين السلبي، أكيد تفاصيل كتير هنتابعها. طبعا كتير مننا اكيد بيصابوا بالملل خلال روتين الحياه اللي احنا عايشينه الفتره دي، فتره اكيد كلنا بنحس ان احنا عايزين نجدد، عايزين نغير، وخصوصا لو جينا نتكلم كده عن الزوج والزوجه تحديدا، وده طبعا بسبب ضغوطات الحياه والاعباء اللي بتكون موجوده والمسؤوليه، بسبب طبعا تربيه الابناء وكل طلبات الابناء اللي اكيد بيكونوا حابين يوفروها ليهم. عشان كده بيكون في ضغط نفسي كبير لفترات طويله على مدار الايام. عشان كده في عدد كبير من الباحثين قدموا كده أبحاث ودراسات، في دراسات خاصة ونصايح يقدموها للأزواج إزاي يقدروا يستمتعوا بيومهم، إزاي يقدروا يفصلوا شوية من الضغوط دي. أهمها أن هم لازم يحصلوا على أجازة من وقت للتاني، وخاصة بنتكلم كده عن الأزواج اللي بيميلوا للوحدة والإنعزالية. في أسر كده تحب أنها تقعد في بيتها قافلة على نفسها، لا تخرج ولا تروح ولا تيجي، فبيحسوا بالإحباط أكتر. فعايز أقولك أنه كمان الدراسة أكدت على أنه الشخص الانطوائي بيكون أكثر احتياجا من الشخص الاجتماعي للحصول على أجازة، كل ما بيسيطر عليه الشعور بالملل. الأجازة هنا بتكون الحقيقة بالنسبة له وسيلة لتفريغ طاقة سلبية، شحنات الضغط النفسي، وبيرجع الفرد بعدها أو الإنسان بعدها بكل طاقة طبعا وود لشريك حياته، وبيقدر بعدها يتابع حياته طبعا ومسؤولياته، أكيد مرتاح، أكيد مستقر. وعايزة أقول لكم كمان أنه الدراسة كشفت عن أن كل مكان في الحياة الزوجية مساحة شخصية لسواء الشريك ده أو الآخر، كل ما كانت فرص نجاح العلاقة واستمرارها أكتر. فيعني الواحد لازم يكون ليه مساحة كده شخصية يعيش فيها حياته بدماغه. طيب يعني دي تفاصيل الموضوع ودي الدراسة. سؤالنا بقى ليكم النهاردة اللي محتاجين تتواصلوا معانا فيه، ايه اكتر الاماكن اللي تحبوا تزوروها لو قررتوا ان انتوا تستجموا مثلا، تفصلوا، تاخدوا اجازة؟ وهل بتفضلوا انه تروحوا اماكن معينة، تروحوها طيب في الصيف ولا في الشتاء؟ يعني السؤال طويل بس عايزينكم تحكوا تفضفضوا كده معانا وتردوا علينا من خلال مواقعنا على وسائل او صفحاتنا على كل مواقع التواصل الاجتماعي. أكيد هنستنى إجابتهم طبعا علشان نستمتع بالإجابات اللي بتكون موجودة. خلينا بقى دلوقتي كده كمان ناخدكم كده نعرفكم النهاردة الأجندة الثقافية والفنية وأهم الأحداث والمناسبات اللي هتحصل النهاردة يوم 30 يناير، عشان تقدروا لو عندكم شوية وقت صغير تستغلوا الوقت ده وتروحوا أي حاجة ممكن تتفرجوا عليها النهاردة. يلا بينا نتابع الأجندة بتاعتنا.
يلا بينا نبدا يومنا كده واحنا بنتعرف على حاله الطقس. طبيعي كده الواحد كل يوم هو نازل بيبقى مش عارف اتقل اخفف، فتعالوا نشوف الارصاد الجويه النهارده قالت ايه، لانه الحقيقه هتشهد حاله الطقس ودرجات الحراره المتوقعه النهارده اللي هو يوم الاحد ارتفاع والاثنين ارتفاع في درجات الحراره على اغلب الانحاء، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشماليه، مائل للحراره على جنوب الصعيد، بارد ليلا على كافة الأنحاء. تعالوا كمان بقى نتأكد بالتفاصيل من خلال درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة اللي هتسجل أو سجلت 21-13، بالنسبة لإسكندرية النهاردة 20-12، مطروح 19-12، شرم الشيخ سجلت النهاردة 25-16، سوهاج 27-11، أما إنا النهاردة درجة الحرارة 28-11، أخيرا أسوان 31-13. تعالوا كمان ننتقل لدرجات الحرارة المتوقعة في بعض العواصم والمدن العربية والعالمية، نبدأها من الرياض ودرجة الحرارة 23-9، بالنسبة لأبو ظبي 22-16، أما أنقرة ف 5-2 تحت الصفر، لندن 9-3 تحت الصفر، واشنطن النهاردة سجلت 16-4، باريس 9-1، وأخيرا بكين 7-2 تحت الصفر. هي دي درجات الحرارة المتوقعة النهاردة وحالة الطقس. يعني رجعنا لكم مرة تانية، ودلوقتي خلينا كده ناخدكم لتقرير النهاردة، وزي النهاردة كده ناخدكم لتقرير عن انطلاق فعاليات أسبوع أعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. بمقر جامعة الجلالة افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، والذي يقام بالتعاون بين جامعة الجلالة برئاسة الدكتور محمد الشناوي ومعهد إعداد القادة برئاسة الدكتور كريم همام مدير المعهد. شهد الافتتاح توقيع بروتوكول تعاون ما بين جامعة الجلالة ومعهد إعداد القادة. اليوم ده الحقيقة بنحلم بيه دايما، اننا ازاي نجمع كل طلاب الجامعات يبقوا مع بعض، يزولوا الأنشطة الرياضية والترفيهية والفنية. الحقيقة النهاردة اليوم اللي بنشهد فيه لأول مرة تجمع طلاب الجامعات الأهلية، الأربع جامعات الأهلية الدولية وال 12 جامعة أهلية حكومية زائد الجامعات التكنولوجية العشرة. تخيل 600 طالب قاعدين مع بعض على مدى أسبوع بيتبادلوا خبراتهم على مستوى العلمي والأكاديمي والترفيهي والثقافي والفني، بيتشاركوا مع بعض في العديد من المسابقات اللي هي بتطلع من جواهم روح الإبداع والابتكار والتنافس اللي بنأمل بيه. نفتخر بوجود 20 جامعة أهلية وتكنولوجية موجودين، أكتر من 600 طالب وطالبة، محضر لهم فعاليات كاملة من أنشطة رياضية، أنشطة ثقافية، أنشطة موسيقية، إلى جانب كمان حاجة كانت مهمة جداً، غير أن الولاد بيتعرفوا على بعض ويتعاملوا مع بعض ويتعلموا من بعض، نحن نعمل لهم كمان جولات داخل مدينة الجلالة عشان يشوفوا بلدهم بتبني إيه وبتعمل لهم إيه، وإن شاء الله هنشوف جيل مختلف يقود هذه الدولة. احنا بنحط قدام عينينا كده دايما كمعهد إعداد قادة، ومن أولوياتنا إن احنا نعرف نوصل الشباب لخط النهاية اللي هو بداية توفيقهم داخل المجتمع وبداية تحملهم كمان المسؤولية بتاعت المجتمع. مصر بلد شابة، 60% وأكثر منهم من الشباب، 3,700,000 طالب في الجامعات والمعاهد المصرية، حكومية منها خاصة، أهلية، دولية وتكنولوجية، فكان يجب ولابد أن يتم الاهتمام بيهم وتجمعهم تحت مظلة واحدة تتبعهم أيضا وإحدى الجامعات الأهلية زي جامعة الجلالة الجميلة في الموقع الجميل ده. كذلك شهد الحفل العديد من الفقرات الفنية والموسيقية والتي قدمها عدد من طلاب الجامعات الأهلية.
شرف جامعه الجلاله واتحاد طلاب جامعه الجلاله بالمشاركه في تنظيم اسبوع اعداد القاده، اسبوع اعداد القاده الجامعات الاهليه والتكنولوجيه على مستوى مصر. وطبعا احنا استفدنا وبنستفيد من الطلاب التانية بالمشاركه بالخبرات والمعارف، وان احنا اول جامعه اهليه تنظم حدث كبير زي ده تحت رعايه وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. يهدف هذا الاسبوع لتبادل الافكار والخبرات المختلفه وتاهيل عدد كبير من الشباب لسوق العمل. سيف محمود، صباح البلد. طبعا كده استمتعنا اكيد بهذا التقرير. خلينا نروح لتقرير تاني، والتقرير الاخر عن ورشة عمل لاعضاء مجالس البحث العلمية العربية بالتعاون مع المفوضية الاوروبية بالقاهرة. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. اقام اتحاد مجالس البحث العلمية العربية ورشة عمل تكوينية بالتعاون مع مكتب المفوضية الأوروبية بالقاهرة، حيث تهدف إلى شرح عناصر برنامج هورايزون يوروب، وهو برنامج التمويل الرئيسي للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار. We are here in fact to present the big opportunities that exist. أنا أعرب عن سعادتي بوجودي في مقر جامعة الدول العربية للمشاركة في ورشة عمل تهدف لدعم التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جامعة الدول العربية. برنامج اللي بنهدف للتعاون من خلاله برنامج هورايزون يوروب، هو برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم البحث العلمي والابتكار بميزانية تصل لأكثر من 95 بليون يورو. We're looking forward to enhance the cooperation with the League of Arab States in this area. النهارده في ورشة العمل اللي دعوا التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي ودول تحت مظلة جامعة الدول العربية في البحث العلمي والابتكار تحت أجن برنامج هورايزن يوروب، البرنامج اللي من خلاله بنمول التعاون في البحث العلمي والابتكار. وتتضمن الورشة التركيز بشكل خاص على برنامج عمل 2023-2024، بالإضافة إلى منح المشاركين في ورشة العمل التكوينية فرصة للتواصل مع المتخصصين في برنامج هورايزون يوروب ومعرفة كيفية تقديم المشاريع تحت برنامج العمل 2023-2024. العالم يواجه تحديات كبيرة، وخص منها بالذكر تحديات المناخ، وهذه التحديات التي سيكون لها تداعيات على الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن الطاقي وكل وحياة المواطن بصفة عامة في حاجة إلى التعاون، وخاصة في موضوع البحث العلمي لابتكار حلول مبتكرة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية. نتحدث عن الأمن الغذائي، نتحدث عن مشاكل التي نمر بها بالطاقة بالمياه والصحة أيضا، فنطمح اليوم لإيجاد مساحة من الشراكات بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي من أجل التعاون والخروج بعدة مبادرات ومشروعات وبرامج في الحقيقة من أجل تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار وتوظيفها لحل جميع القضايا التي نعاني منها اليوم. من المتوقع أن تساهم ورشة العمل في توثيق التعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي والاتحاد في عدة مجالات. سيف محمود، صباح البلد. مشاهدينا الكرام صباح الخير، ووصلنا الآن لفقرتنا الإخبارية اللي حنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. بيسعدني أن يكون معنا النهاردة في فقرتنا الكاتب الصحفي محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر. دكتور محمد منورنا. صباح الخير على حضرتك. أهلا بك. حنبتدي جولتنا الإخبارية باستقبال الرئيس الأرميني فهاجان خاتشوريان أمس الرئيس عبد الفتاح
السيسي في القصر الرئاسي بالعاصمة يريفان. وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات تناولت عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تم تبادل وجهات الرؤى فيما يخص مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلا عن سبل التكاتف لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية للأزمة الروسية اليوكرانية. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس والرئيس الأرميني شهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية في البلدين للتعاون في عدد من المجالات، وهي المجال العلمي والتكنولوجي، وكذا مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ووزارة التعليم والعلوم والثقافة والرياضة الأرمينية، إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون المؤسسي في مجال الاستثمار. وأعقب ذلك انعقاد المؤتمر الصحفي المشترك بين الجانبين. دكتور محمد، يعني خلينا كده، احنا كلنا تابعنا الاستقبال السيد الرئيس بالأمس وأيضا توقيع مذكرات التفاهم. قراءتك لهذه الزيارة أو قراءتك لوصول الرئيس لأرمينيا والمباحثات التي تمت، خاصة أن أرمينيا وأذربيجان بدأ الاسم يتردد وفي محادثات حول مكافحة التطرف والإرهاب. شوف، عايز أقول لحضرتك أنه يمكن الاختيار السيد الرئيس لزيارة أرمينيا وأذربيجان، يمكن الزيارة دي هي الزيارة الأولى للرئيس مصري للدولتين على فكرة، بتدلل على أنه الدولة المصرية بتستهدف أنه يبقى عندها تحرك على كافة المحاور، سواء كان الخاص بشرق آسيا أو كمان آسيا الوسطى. المنطقة اللي فيها أرمينيا وأذربيجان في تحرك حصل من دول كتير جدا في الاتجاه ده، وكان مصر لازم تتحرك في هذه المنطقة بشكل فاعل وشكل حقيقي، خصوصا أنه العلاقات ما بين مصر وأرمينيا مش علاقة قريبة، إنما هي علاقة ممتدة، ويمكن في تاريخ طويل من العلاقات ما بين الدولتين. المنطقة دي يعني خصوصا أذربيجان يعني علاقتها القوية بينها وبين مصر من خلال علاقتها بالأزهر الشريف وحرصها الدائم على ان هي تستقي الإسلام الوسطي من الأزهر، دي مخلي في نسبة مسلمين كبيرة في أذربيجان، كبيرة جدا. نعم. في أذربيجان. نعم. دي ليها دور، يمكن ليها تأثير بشكل كبير جدا في منظمة العمل الإسلامي، التعاون الإسلامي. عايز أقول لحضرتك أنه العلاقة ما بين مصر وما بين أرمينيا أيضا تطورت بشكل كبير جدا من سنة 92 لحد دلوقتي، يمكن حصل فيها تطور كبير سواء كان على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الثقافي أو على المستوى السياسي، في تطابق في الرؤى، لأن المنطقة دي في فترة من الفترات عانت بشكل كبير جدا من الإرهاب، ومصر عندها تجربة رائدة في مكافحة الإرهاب في خلال العشر سنين الأخيرة، العالم كله بينظر ليها أن هي تجربة رائدة بشكل حقيقي، لأن هي قدرت أن هي تواجه الإرهاب وتقضي عليه. في دول كبرى كان عندها تجارب لم تنجح فيها، إنما الدولة المصرية نجحت في هذه التجربة. مصر كمان عندها تجربة مهمة جدا في مكافحة الهجرة غير الشرعية. نعم. يمكن ده كان من أهم الملفات اللي تم مناقشتها في الزيارة، بالإضافة لنقطة مهمة إنه مصر عندها فرص استثمارية واعدة، قامت بإنشاء بنية تحتية قوية جدا، عندها ملف مهم جدا هو الملف الاقتصادي بتستعرضه في الزيارات الخارجية. يمكن ده كان سبب من أسباب حرص السيد الرئيس على أنه هو بيلتقي برجال أعمال في أرمينيا، وأيضا التقى برجال أعمال في أذربيجان وعرض الفرص الاستثمارية. أرمينيا وأذربيجان كمان من الدول المحيطة بمنطقة بحر قزوين، ودي من المناطق الغنية بالنفط والغاز الطبيعي. احنا عندنا يمكن منتدى غاز شرق المتوسط مفتوح منظمة غاز شرق المتوسط، بقى منظمة دولية مفتوح علشان تبقى مصر كان عندها هدف استراتيجي ان هي تبقى مركز اقليمي للطاقة، فمصر بتطرح رؤاها على الجميع، لان هي دايما بتحرص او بتنطلق من رؤية مهمة جدا او قناعة مهمة جدا، وهي انه على الجميع ان يسعى نحو التنمية
أفضل بكثير من أن يسعى نحو أسرع، وده كان أو ده الهدف الاستراتيجي بالنسبة لتحركات الدولة المصرية في ملفاتها كلها. ما زلنا بنتابع جولة السيد الرئيس الخارجية، حيث عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مباحثات مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات شهدت أيضا تبادل وجهات النظر بالنسبة لعدد من الملفات والأزمات الإقليمية، مع استعراض تداعياتها على أمن القارة الأوروبية. واتفق كذلك السيد الرئيس ورئيس الوزراء باشينيان على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال منظور شامل، والعمل على القضاء على الأسباب الرئيسية التي تشجع على تلك الظاهرة، إلى جانب استعراض آخر التطورات الخاصة بمكافحة الإرهاب الذي بات يهدد مختلف دول العالم، حيث تم تأكيد أهمية تكاتف المجتمع الدولي للتعامل مع هذه الظاهرة. بس استكمالا لكلامنا، بس في نقطة مهمة جدا هنا، إنه الرئيس زار أذربيجان ثم توجه إلى أرمينيا، وما بين أذربيجان وأرمينيا صراع من نوع ما على إقليم ناغورنو كاراباخ. هل خليني أقول إنه التحركات المصرية في هذه المنطقة ممكن أن تؤدي إلى حالة من الهدوء، خاصة وإنه بنتكلم على هجرة غير شرعية، بنتكلم على تطرف، بنتكلم على إرهاب، وهذه المنطقة بيصدر إليها هجرة غير شرعية وتطرف وإرهاب، لأنها محيطة بعدد من الدول هي بؤر، خلينا نقول بالتأكيد. شايف ده ازاي؟ يعني بشكر حضرتك، يمكن النقطة دي بالذات، يمكن مصر عندها في الملف الخاص بالأزمات اللي ما بين الدول، انه الحلول الدبلوماسية هي افضل الحلول لحل اي أزمة، وانه الصراعات في النهاية نتائج بتاعتها ما بتبقاش حسب بتصل الى طموحات الشعوب. ويمكن المناطق بالكامل اللي كان فيها صراعات ومصر كانت بتنادي بضرورة حل الأزمات بشكل سياسي، في النهاية وصلنا إلى قناعة مهمة جدا لدى القوى الدولية أنه لابد من حل سياسي. وده كان يمكن من الملفات اللي تم طرحها في خلال الزيارة، سواء كان في زيارة الرئيس لأذربيجان أو زيارته لأرمينيا، بأنه ضرورة أن يكون في توافق في حلول سياسية، لأن الحلول السياسية هي الأفضل لحل أي أزمة. مصر عندها تجربة في الموضوع دوت، في لما طرحت عملية السلام كانت هي الرائدة في إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط. يمكن لذلك الكل بيعول على مصر دائما أن هي تكون هي المحور الرئيسي لإحلال السلام في الشرق الأوسط، ودي كانت نقطة مهمة، بالإضافة إلى أنه دائما مناطق التوتر بتبقى مناطق بتصدر أزمات إلى قلب الدول. نعم. حالة التوتر دائما بتؤثر على الحالة الاقتصادية للدولة، بتؤثر على حالة التنمية داخل الدولة. يمكن ده من الملفات أو الطرح اللي طرحه السيد الرئيس في مباحثاته، سواء في زيارته لأذربيجان وأرمينيا، وده بيدلل على أن احنا احتمال كبير جدا في القريب يبقى فيه لقاء بيجمع الرؤساء الثلاث بخصوص هذه الأزمة، خصوصا ان اذربيجان حصل ليها حادث ارهابي في ايران، في سفيرتها تعرضت لحادث ارهابي، وده بيدلل على انه الاعمال الارهابيه او الحالات عدم الاستقرار بتصدر دائما الازمه بشكل كبير جدا. الوضع زي ما حضرتك ذكرتي ان المناطق المحيطه بالدولتين مناطق ملتهبه بطبيعه الحال، فوجود حالة التوتر في بين الدولتين بيزيد من حالة الالتهاب ده، أو بيمنحها فرصة أكبر لتوسع العناصر الإرهابية للوصول إلى الدولتين. الإرهاب دايما بيخلق حالة من التدمير وليست حالة من البناء. صحيح. الشعوب بتسعى إلى البناء وليست للتدمير. طيب أنتقل لأخبار مجلس الوزراء، حيث تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع عقده أمس موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق ACI وإجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ. وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الحالي للبوالص في الموانئ، وكذا قيم البضائع المسجلة ضمن منظومة الشحن المسبق ACI وإجمالي المفرج عنه من البضائع خلال الفترة من يوم 24 إلى 28 يناير 2023، والذي بلغ نحو 794.7 مليون دولار.
المشكلة دي كانت موجودة. ويمكن تطبيق منظومة الشحن المسبق ECI والإجراءات فكت كتير من المشكلة اللي كانت موجودة. خليني أقول إنه يعني ده نتيجة القرارات السابقة، المشكلة اللي حصلت بس هي جت مع تداعيات الأزمة العالمية يعني تفاقمت الأزمة أكتر. لكن خلينا نقول إنه هل إحنا دلوقتي وصلنا إلى حل لهذه المشكلة؟ وأنا أعتقد امبارح سمعت تصريح إنه تقريبا أغلب البضائع اللي موجودة في الموانئ تم الإفراج عنها. هو احنا فعلا ده حصل، لان احنا يمكن النهارده حجم ما تم الافراج عنه بيتجاوز التسعة مليار دولار في خلال الشهرين، يعني في خلال ديسمبر ويناير تجاوزنا التسعة مليار دولار. هما كانوا 15 تقريبا اللي موجود، 15 مليار، 15 مليار. احنا تجاوزنا 9 مليار يمكن في شهر ديسمبر لوحده، عمل يعني كان حجم ما تم الافراج عنه كان حوالي 6 مليار و250 مليون، ويمكن احنا في اول 10 ايام من شهر يناير تم الافراج عن حوالي 1.5 مليار دولار، بضايع ب 1.5 مليار دولار. فاحنا تخطينا الازمه، وزي ما حضرتك ذكرتي انه القرار هو بس توافق مع الازمه العالميه فخلى الازمه تفاقمت بشكل كبير، ولكن خنق السوق بشكل يعني خلانا خنق السوق وعلى الاسعار، ده اكيد. وكمان كان يعني وافق هوا بعض التجار اللي كانوا بيستهدفوا ان هم كمان يحصلوا على مزيد من المكاسب. ما هو في بعض الناس بتنتظر الازمه علشان ما بحبش اقول كلمه يستهدفوا دكتور محمد، يعني بحب اقول كلمه بينتهزوا، ده انتهاز يعني، هو مش استهداف اكتر ما هو انتهاز، استغلال الازمه بالظبط. يعني التجار مستغلين الازمه كانوا فعلا يعني اكثر ضغط على السوق واكثر ضغط على المواطن. الدولة حاولت من خلال أجهزتها الرقابية ومن خلال تسهيل الإجراءات إن هي تخفف من حدة الأزمة، ويمكن ده اللي احنا بدأنا نستشعره في يعني في خلال الأسبوعين اللي فاتوا. احنا بنتمنى إن الأزمة دي فعلا تنتهي بشكل كامل في خلال الأيام اللي جاية، خصوصا إن احنا مقبلين كمان على شهر رمضان وده بيبقى السوق فيه ضغط شديد عليه، ويمكن دي الوعود اللي بدأت يعني الحكومة تتكلم عليها إن احنا نقدر نوفر السلع بشكل كامل في خلال هذه الفترة، لأنه موسم رمضان موسم استهلاكي للأسف الشديد جدا بشكل كبير، بيضغط على الموازنة سواء كانت موازنة البيوت أو موازنة الدولة يعني. صحيح. الاتنين. صحيح. فعشان كده يعني احنا الحمد لله يعني تخطينا الأزمة الحقيقية. كان البعض بيراهن على أنه مصر مش هتقدر تتخطى الأزمة نظرا لحجم البضائع الضخم والاحتياجها الشديد للدولار، انما الحمد لله تخطيناها، عبرنا جزء كبير جدا منها. زي ما بقول لحضرتك احنا تجاوزنا حجم ما تم الافراج عنه التسعة مليار. اتمنى بقى ان الاسعار تهدى شويه، يعني نتمنى ده، يعني ده نتمنى ده من التجار، من التجار انا بتكلم، من التجار لانه يعني احنا عندنا في حاجه يعني مش عارف هي موجوده في السوق المصري بس، انه السلعه بتعلى لمجرد الحديث عن تحرك في السوق وما بتنزلش حتى لو حصل انخفاض في السوق. يعني هي دايما بتتحرك في مؤشر ايجابي دايما، مش بتتحرك بشكل منخفض حتى لو حصل انخفاض في سعرها العالمي. صحيح. زي الذهب زي الذهب مثلا، يعني انا بتكلم على اساس ان الذهب كان من ضمن الحاجات اللي مسار حديث الناس، يعني هو حصل انخفاض يمكن في بس انخفاض طفيف يعني. طفيف مش يعني. انخفاض زي الارتفاع المبالغ فيه اللي حصل. صحيح. يعني حصل عندنا ارتفاع مبالغ فيه في اسعار الذهب بشكل كبير في خلال اسبوعين او 10 ايام، يعني في 10 ايام مثلا بنتكلم في حوالي 25% زياده في الاسعار، وبعدين الانخفاض النهارده بنتكلم في انخفاض طفيف مش متناسب مع حجم الارتفاع اللي حصل، مع ان البورصات العالميه كلها اسعار الذهب بتنزل مش بتعلى. يعني هو في الاقتصاديات او النظريات الاقتصاديه بتقول انه لما الدولار يرتفع الذهب ينخفض. صحيح. احنا قضينا فتره الدولار بيرتفع والذهب بيرتفع. الاثنين ماشيين في خط متوازي. بس عايزه اقول على حاجه نقطه كمان، انه حاله الهلع اللي بتيجي للناس لما بتبقى مثلا في حاجه معينه ناقصه في السوق لازم نهدى احنا كمان شويه. يعني بلاقي ناس بتروح مثلا تقوم لقت مثلا زيت وحصل كانت مشكله في الزيت مثلا تشتري كتير علشان انا مش ضامنه بكره في ايه، سعر اللبن، سعر الرز لما كانت في ازمه الرز كانت، فنهدى يعني هو نهدى شويه. حاله هو زي ما بنقول بيجي لهم حاله بانيك او حاله
خضة، يعني الناس بتجي لها حالة خضة. هي الخضة عند المستهلك بتبقى من مصلحة مستغل الأزمة، صحيح؟ يعني للأسف شديد، يعني دايما احنا بيحصل عندنا حالة الخضة دي فنخزن في البيوت ونعمل حالة ضغط على السوق، فطبيعي بيستغل الأزمة اللي موجود عنده حالة الضغط ده. الرؤية أو السياسة الاستهلاكية اللي موجودة عند المواطن المصري محتاجة مننا جميعا ان احنا نتكاتف ان احنا نعدل هذه السياسة الاستهلاكية. السياسة الاستهلاكية عندنا محتاجة ان احنا في أزمة ان احنا نهدى على السوق علشان يحصل حالة هدوء في حجم المعروض. ليه بقى؟ لانه اصلا السوق عندنا مرتبط بحجم المعروض مع حجم وتناسبه مع حجم الطلب عليه. كلما زاد الطلب كلما ارتفع السعر، صحيح؟ فاحنا محتاجين ان احنا لما السعر المعروض او السلعه يبقى المعروض قليل، احنا كمان نهدى في حجم يعني الشراء او الاقبال عليها. احنا للاسف الشديد جدا معظم الاسر النهارده بتخزن منتجات غذائيه لشهر رمضان، واحنا لسه قدامنا حوالي شهر و10 ايام او 15 يوم لما نوصل لشهر رمضان. ورغم كده انت بتخزن سلع، بتضغط على السوق، بترفع اسعار، وبعدين تيجي تقول هو ايه اللي حصل. احنا محتاجين سياستنا الاستهلاكيه كمان يحصل فيها ترشيد، مش ترشيد بمعنى ان البعض للاسف يعني بياخد النقطه او الحديث عن الترشيد بشكل سلبي. لا بالعكس، الترشيد بيؤثر بشكل ايجابي كبير جدا على السعر، صحيح؟ لان المنتجات الغذائيه بالكامل مده عرضها يعني لن تتحمل فيه ان هي تاخد مده اطول في العرض. فبطبيعه الحال لما المعروض يزيد والاقبال عليه يقل، فالسلعه نفسها ينزل السعر، صحيح؟ طيب اتابع خبر اخر، حيث التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني امس بديوان عام الوزاره بالمهندس عبد الصادق الشرباجي رئيس الهيئه الوطنيه للصحافه لمناقشه اوجه التعاون بين الوزاره والمؤسسات الصحفيه القوميه. اكد الدكتور رضا حجازي ان اللقاء ياتي في اطار التنسيق بين كافه الجهات في الدوله لتحقيق الاستفاده القصوى من الامكانيات المتاحه لديها، مشيرا الى امتلاك المؤسسات الصحفية القومية إمكانيات كبيرة في العديد من المجالات في مقدمتها الطباعة والنشر، مما يؤكد قدرتها على المساهمة بدور كبير في تلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم. ده خبر مهم طبعا بالنسبة لنا كمؤسسات صحفية، ده خبر مهم ان انا بتكلم على التعاون ما بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني و الهيئة الوطنية للصحافة. ده بيديني، وخصوصا انا بتكلم على مجال الطباعة، واحنا كلنا عارفين ان اسعار الورق زاد بشكل كبير ايضا المؤسسات الصحفية مثقلة بالديون، فالتعاون ما بين المؤسسات المختلفة للدولة ده ممكن يفيدني. ده بالتأكيد، يعني خلينا أقول لحضرتك يمكن الحرص الرئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشرباجي على أنه ما تمتلكه المؤسسات الصحفية من إمكانيات، سواء كانت في الطباعة وغيرها من الإمكانيات، أن هو يتم العمل على تسويق هذه الإمكانيات والتحرك عليها. يمكن ملف من أهم الملفات اللي دائما بتؤرق المؤسسات الصحفية القومية وهو طباعة الكتاب المدرسي. طباعة الكتاب المدرسي كان بيساهم بشكل كبير جدا جدا في حجم الموارد اللي بتدخل للمؤسسات الصحفية. تأثر نتيجة متغيرات كتيرة حصلت الفترة اللي فاتت وتأثرت المؤسسات الصحفية معاه. النهاردة لما أنا يبقى عندي إمكانيات متاحة موجودة داخل المؤسسات الصحفية ويتم استهدافها أو استغلالها بشكل أفضل، والتوسع في هذا الأمر يمكن خطوة مهمة جدا في التعاون ما بين الهيئة الوطنية للصحافة وما بين وزارة التربية والتعليم. احنا مقبلين على الترم الثاني، والترم الثاني ده كان فيه كلام على انه في عدد من المؤسسات الصحفية كانت موجودة في المناقصات اللي تم طرحها قبل ارتفاع اسعار الورق. احنا يمكن زي ما حضرتك ذكرتي كده انه اسعار الورق النهاردة بنتكلم فيه كل ساعة في سعر جديد للورق، كل ساعة في سعر للأحبار ومدخلات الإنتاج. ده أثر بشكل كبير على المناقصات اللي كان تم طرحها. كان يمكن دي برضو من الملفات اللي ناقشها المهندس عبد الصادق الشرباجي مع وزير التعليم والتعليم الفني،
انه يتم اعاده النظر في المقاصات اللي طرحت. احنا عندنا مطابع سواء في المؤسسات الصحفيه بالكامل عندها القدره على طباعه الكتاب المدرسي، فده هيساهم بشكل كبير حجم التعاون ده في تحسين الوضع بالنسبه للمؤسسات الصحفيه وايضا بالنسبه للكتاب المدرسي. والاثنين مستفيدين. بالتاكيد. والاثنين مستفيدين. بالتاكيد. الكاتب الصحفي دكتور محمد امير رئيس تحرير مجله اكتوبر، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا. شكرا ليكي جدا. مشاهدينا الكرام بكده انتهت جولتنا الصحفيه، نطلع لفاصل ونكملين معاكم. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، موعد موجز أخبار صباح البلد. يعقد مجلس النواب اليوم جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي لمواجهة وزير النقل المهندس كامل الوزير بنحو 121 أداة رقابية تشمل نحو 103 طلبات إحاطة و15 سؤالا عن إنشاء وتطوير محاور الطرق والكباري وتطوير مرفقي السكة الحديد ومترو الأنفاق وتطوير شركات حافلات نقل الركاب بين المحافظات وتوفير خدمات لذوي الإعاقة وتطوير النقل البحري والخطوط الملاحية. كما تتضمن الجلسة ثلاث طلبات مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة قطاع النقل البحري وتعويض المواطنين الذين تم إزالة منازلهم وتبسيط الإجراءات الحكومية لكبار السن وإعفائهم من تكاليف المواصلات العامة. يعقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الذي وصل إلى القاهرة أمس. يجتمع بلينكن خلال الزيارة مع عدد من كبار المسؤولين المصريين لدفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة، بما في ذلك من خلال الدعم المشترك للانتخابات في ليبيا والعملية السياسية الجارية التي يقودها السودانيون. تعلن اليوم مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتيجة الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي، وأوضحت مديرية الجيزة أنه حرصا على عدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية والتسهيل على أولياء الأمور أثناء إعلان النتائج، سيتم توحيد إعلان النتائج وتقسيمها على أيام ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة، على أن تعلن في مكان واضح وتتاح لجميع أولياء الأمور. تعقد لجنة حقوق الإنسان العربية لجنة الميثاق برئاسة المستشار جابر صالح المري اليوم بالمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال دورتها 21 المخصصة لمناقشة التقرير المجمع الثاني والثالث المقدم من الأردن. كما تشهد أعمال اللجنة التي تستمر على مدى يومين جلسة استماع للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن ولعدد من منظمات المجتمع المدني بها. يعقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم محادثات مع نظيره الباكستاني بلاوال بوتو زرداري لمناقشة الوضع في أوكرانيا وسوريا، ويبحث الوزيران خلال اللقاء التعاون في الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون، فضلا عن سبل تطوير التعاون في المجالات الرئيسية. رياضيا، يلتقي اليوم في الخامسة مساء فريق البنك الأهلي مع غزل المحلة في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري الممتاز، ويحتل غزل المحلة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، فيما يدخل البنك الأهلي اللقاء محتلا المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة. ويدخل المنتخب الأولمبي لكرة القدم معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الجابون وديا يوم الجمعة المقبل في إطار استعدادات المنتخب للقاء زامبيا ذهابا وعودة في الجولة الثالثة والمؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، وهي البطولة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024. ووصل منتخب الجابون إلى القاهرة استعدادا للقاء ودي والذي يعتبره الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي خطوة مهمة على طريق الإعداد لجولة الحسم. نهاية الموجز، والآن نتعرف على أسعار العملات والذهب، ونبدأ بأسعار العملة حيث سجل الدولار الأمريكي اليوم للشراء 29 جنيه 74 قرش، أما البيع ف 29 جنيه 84 قرش، هناك انخفاض في أسعار الدولار. أما اليورو فسجل للشراء 32 جنيه و 32 قرش، أما البيع ف 32 جنيه 52 قرش. الجنيه الاسترليني سجل للشراء
36 جنيه و71 قرش، أما البيع ف 37 جنيه وقرش. الريال السعودي سجل للشراء 7 جنيه و90 قرش، أما البيع ف 7 جنيه 94 قرش. الدينار الكويتي سجل شراء 94 جنيه 21 قرش، أما البيع ف 97 جنيه و77 قرش. ده كان أسعار العملات النهاردة حتى الآن. أما أسعار الذهب فحلاقي النهاردة عيار 18 سجل 1504 جنيهات، بزيادة 4 جنيه عن الأمس. عيار 21 سجل 1755، عيار 24 سجل 2006 جنيهات. الجنيه الذهب يعني زي امبارح بالظبط سجل 14040 جنيه. دي كانت أسعار العملات والذهب. دلوقتي هسيب حضراتكم مع تقرير، هو مش تقرير، هو نصائح عن إزاي أقدر يكون في وقاية من التدخين السلبي. نتابع. مشاهدينا الكرام، خليني أتكلم على حاجة كلنا تابعناها الأسبوع الماضي. مصر من الأسبوع الماضي وهي بتتحرك تحركات غير مسبوقة في سياستها الخارجية، ده اللي شفناه من خلال الجولة الرئاسية الآسيوية المهمة للغاية في توقيتها ومحطتها. الجولة زي ما احنا تابعنا شملت، ابتدت بالهند وبعدين أذربيجان وبعدين أرمينيا. خلينا نقول إن الجولة دي كانت في أهداف مصرية إنها تحقق أهداف معينة وأهداف وأجندة وطنية دبلوماسية مصرية خاصة على المستوى الرئاسي، وده اللي نظر إليه الجميع كخطوة جديدة نقدر نقول عليها دبلوماسية التنمية في وقت الاقتصاد المصري والعالمي بيتعرض لتحديات وضغوط متراكمة. آخر المحطات الرئاسية كانت أرمينيا، واللي بتأتي في ظل رغبة البلدين إن هم يبقى في تعزيز علاقات ثنائية بعد 30 عام من تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهم. زيارة الرئيس خليني أقول إنها كانت زيارة مناسبة جيدة جدا لتحديد اتجاهات المصالح المشتركة، إمكانيات الاستفادة من الإمكانات الكبيرة اللي موجودة بيننا وبين هذه البلدان. دلالات توقيت أهمية الزيارة، كل ده هنتعرف عليه من خلال ضيفنا الكريم دكتور حامد فارس، استاذ وخبير العلاقات الدوليه. صباح الخير يا دكتور، منورنا. صباح الخير يا استاذ رشا، اهلا بيك وسعيد بوجودي مع حضرتك. اهلا بيك يا فندم. دكتور حامد، خليني اقول نحلل كده، يعني نحلل انه يعني الرئيس دايما بيتوجه في زياراته الخارجيه بتبقى الدول، بنقدر نعرف مثلا دول اوروبيه، الولايات المتحده، اليابان، كوريا، لكن لما بنتكلم على الهند، لما بنتكلم على أذربيجان، أرمينيا، وده أول رئيس مصري بيزور، خليني أقول الزيارة دي إيه الشكل اللي هي خدته أو نحللها إزاي؟ طبعا يعني زيارة مهمة جدا بتأتي في توقيت دقيق وحساس بيمر به العالم في ظل أزمات متصاعدة، وفي ظل أن السياسة الخارجية المصرية هي سياسة الانفتاح على كل المدارس. احنا لو شاهدنا حجم الزيارات اللي تمت ما بين الدولة المصرية والقارة الأوروبية في عام 22، نجد ان الدولة المصرية ارادت ايضا ان حجم الزيارات اللي كانت في 22 كانت زيارات اغلبها زيارات أوروبية. زيارة الرئيس البولندي أندري دودا إلى القاهرة، وثم الرئيس الروماني، ثم رئيس المفوضية الأوروبية فون فاندر لاين إلى القاهرة وتوقيع الكثير من الاتفاقيات، وأيضا مشاركة الرئيس السيسي في قمة فيشجراد كأول رئيس عربي شرق أوسطي، ودي دلالة واضحة ومهمة. وعندنا الجي 20 الشهر الجاي، الشهر اللي جاي أيضا، وبالإضافة إلى كل ذلك مشاركة الرئيس السيسي أيضا في القمة الأمريكية الأفريقية والقمة العربية الصينية، كل ده اعطى ذخم، ولكن هذه الزياره لها ابعاد مختلفه في ظل ان الدوله المصريه لم تغفل الاتجاه شرقا لعمل علاقات قويه مع دول اصبحت محوريه ورئيسيه في النظام العالمي، على اعتبار ان الزياره بدات بدوله مهمه جدا، هي دوله صاعده تتشارك مع الدوله المصريه في الكثير والكثير من جوانب الاتفاق والتنسيق المشترك، وهي الدوله الهنديه. علاقات متراميه منذ العام 1947، 75 سنه من الشراكات الاستراتيجية والعلاقات الدبلوماسية.
حتى ان الهند نفسها نظرت للدولة المصرية نظرة مختلفة، لان لما يتم اختيار الرئيس السيسي لاول مرة رئيس مصر يشارك في احتفالات عيد الجمهورية ال 74 ده دلالة على المكانة الكبيرة اللي وصلت ليها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي سد الحكم في العام 2014، وبالتالي زيارات متتالية تؤكد على ان هناك انفتاح على كل المدارس في ظل كما حضرتك اشرت في تقدمتك الجميلة جدا وهي دبلوماسية التنمية الاقتصادية، على اعتبار أن العلاقات بالفعل بين مصر وكافة الدول أصبحت قائمة على مبدأ رابح رابح وتحقيق المصالح الاستراتيجية المشتركة بين مصر وغيرها من الدول. دكتور حامد، خليني أفرق بين الزيارات اللي حضرتك ذكرتها للسيد الرئيس في 2022 أو التحركات وما بين زيارة الدولة، يعني دي كانت كلها مشاركات أكتر منها زيارة دولة. زيارة الدولة بتختلف في مضمونها مع كل دولة عن المشاركة في المؤتمرات والمنتديات العالمية؟ طبعا، يعني بتزود العلاقات الثنائية على اعتبار أنه بيتم التباحث عن كيفية الوصول إلى فتح أطر تعاون جديدة سواء سياسيا سواء اقتصاديا، التأكيد على ثوابت تلك الدولتين مع بعضهم البعض، خاصة أن هناك قواسم مشتركة كبيرة بين الدولة المصرية وغيرها من الدول، باعتبار أن الدولة المصرية لديها سياسة خارجية ثابتة وواضحة نجحت من خلالها في اختراق أو عمل اختراق نوعي في العلاقات الأسيوية والأوروبية، في ظل أن هذه الزيارة أستاذ رشا مختلفة عن كل الزيارات السابقة. ليه بقى؟ دائماً وأبداً كانت زيارات مصر تتجه إلى الأقطاب الكبرى، روسيا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الآن أصبحت هناك قوة صاعدة في المشهد الدولي، ومن هذه القوة هو تحول مصر من دور فاعل عربي وإقليمي إلى دور دولي، وده اللي بينعكس أيضا على الدولة الهندية. الهند دولة صاعدة وقوية تتشارك مع الدولة المصرية في الكثير والكثير من كيفية إيجاد حلول للقضايا الدولية الشائكة. يعني إحنا شاهدنا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية كان في حجم تعاون كبير جدا بين مصر والهند في مجال السلع الغذائية والحبوب، على اعتبار أنه بعد توقف سلاسل إمدادات الغذاء من روسيا وأوكرانيا بدأت الدولة المصرية في نظرة استباقية للأحداث في أن تتعاون مع الجانب الهندي وتحصل على الأقماح والسلع والحبوب الغذائية. وعلى الرغم من أن الهند اتخذت قرار بإيقاف يعني تصدير الحبوب، إلا أنها لم تتوقف السكر بتهيألي القمح والسكر أيضا ولكن الأقماح تحديدا، باعتبار أن القمح هو السلعة الرئيسية ومصر من أكثر الدول اللي بتستورد قمح، ولكنها لم تتوقف الهند عن مد مصر بالأقماح. يعني دي نقطة جوهرية تحسب للسياسة الخارجية المصرية اللي احتلت مكانة كبيرة جدا في قلوب كل الشعوب على اختلاف انتماءاتها وعلى اختلاف توجهاتها. صحيح. طيب عايزة أقف عند نقطة في غاية الأهمية. الرئيس دايما في زياراته بيبقى حريص بالاجتماع برجال الأعمال والمستثمرين، وده حصل في الهند وفي أذربيجان وفي أرمينيا. هل هذه أسواق جديدة؟ يعني بعد الأزمة الروسية اليوكرانية كل حاجة بتتغير في العالم، هل هذه أسواق جديدة بالنسبة لنا إن إحنا نعلي من سقف التبادل التجاري، نعلي من سقف التجارة البينية ما بين الدول الثلاث؟ طبعا، يعني أصبح العنصر الاقتصادي هو العنصر الأهم في المنظومة الدولية الآن، لأنه الأزمات المتعاقبة التي حدثت في العالم لا يمكن لأي دولة منفردة أن تتغلب على هذه الأزمات إلا من خلال التوافق والتنسيق المشترك، وهذا ما سعت إليه الدولة المصرية من خلال انفتاحها على كل المدارس. يعني احنا لما نتحدث عن مصر، العلاقات المصرية الهندية، باعتبار أن زيارة الهند كانت من أهم الزيارات، هنقول أن تم توقيع الكثير من اتفاقيات التعاون والشراكة. يعني أكثر من 3 شركات هندية توافقت مع الدولة المصرية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر. أداني
يعني شركة عملاقة هندية جدا، نعم. بحجم استثمارات 8 مليار دولار، صحيح. يعني مكسب كبير جدا للدولتين. أيضا مصر والهند لديهم شراكات سابقة كانت ناجحة، وبالتالي انعكس ده على واقع الأرض، على أساس أن الهند شاركت مصر في بناء محطة بنبان للطاقة الشمسية باعتبارها هي المحطة الأكبر والأضخم في العالم، بالإضافة إلى أن مصر أصبحت لديها فرص استثمارية حقيقية على واقع الأرض، جمهورية جديدة وما يتم تدشينه على واقع الأرض من بنية تحتية تعد هي البنية التحتية الأضخم في التجارب الجديدة لكل الدول، البيئة التشريعية التي تم صياغتها لتحقيق أكبر المكاسب الاقتصادية لأي مستثمر عربي وأجنبي، أيضا العوائد الاستثمارية الضخمة اللي بتعود على الدولة المصرية وتعود على كل من يستثمر داخل الدولة المصرية، باعتبار أن مصر هي محور مهم جدا لثلاث قارات، القارة الأفريقية باعتبارها البوابة الرئيسية، وقارة آسيا، وأيضا القارة الأوروبية، وبالتالي أي استثمارات هتيجي من آسيا وتتوطن يتم توطين صناعة هذه الصناعات داخل الدولة المصرية وبالأخص في محور قناة السويس سيسهل الكثير من حركة التجارة العالمية، باعتبار أن مصر بمكانتها السياسية وموقعها الجغرافي الهام تستطيع أن تنتقل بالفعل إلى قوة اقتصادية وسياسية على المستوى الدولي. طب خلينا نتكلم على أرمينيا، طالما احنا بنتكلم أن مصر هتبقى إن شاء الله هب للغاز والبترول وللتصدير لدول العالم، أرمينيا من الدول التي أرضها فيها كم كبير من الغاز الطبيعي والبترول أيضا، يعني وفي اتفاقيات اتعملت ما بيننا وما بينهم واستثمارات أيضا، أنا بتكلم تحديدا على أرمينيا. أرمينيا زيارة مهمة جدا جدا، نعم. لأن أرمينيا هي عفوا أذربيجان، أنا أسفة يا فندم، أذربيجان يعني فيما يخص أذربيجان وأرمينيا، يعني على اعتبار أن العلاقات المصرية الأذربيجانية أو الأزرية علاقات قوية جدا ورسيخة وثابتة، يعني احنا بنشوف حجم من الممكن جدا أن تكون هناك فتح فرص استثمارية حقيقية بس بين مصر وأذربيجان، باعتبار أن أذربيجان تنظر للدولة المصرية باعتبارها محور استقرار هام ورئيسي سواء سياسيا أو اقتصاديا، فتح أفاق جديدة في مجال التعاون، في مجال التهرب الضريبي، في مجال الصناعات، في مجال الغاز والطاقة، في مجال الطاقة المتجددة، في مجالات كثيرة جدا، على اعتبار أن أذربيجان تنظر للتجربة المصرية فيما يخص البنية التحتية وتدشينها على واقع الأرض، تريد أن تنقل هذه التجربة الرائدة إلى داخل أذربيجان. فيما يخص أرمينيا، أرمينيا هي أيضا لديها اتفاقيات كبيرة وقعت بين الجانب المصري والجانب الأرمني، على اعتبار أنها هي عضو في الاتحاد الأوراسي الأوروبي، ووقعت الكثير من الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي من الممكن جدا أن تكون منفذ حقيقي للسلع المصرية والصناعات المصرية إلى داخل أوروبا ومن خلال المنفذ الأرميني، وبالتالي الرئيس السيسي بما لديه من وعي كبير وإدراك كبير، لأننا نركز على هذه الجزئية تحديدا لأنها الدبلوماسية الرئاسية، لم يعني كان هناك تحركات من قبل الخارجية المصرية، ولكن الرئيس السيسي يعطي الوجه الحقيقي لما تم على واقع الأرض من خلال زخم كبير اقتصاديا انعكس بشكل كبير على حجم العلاقات المصرية الهندية الأذرية الأرمنية. دكتور حامد، احنا اتكلمنا على الزيارة بشكل اقتصادي، عايزة انتقل للشق السياسي، يعني خليني اقول انه المنطقة دي برضو منطقة مش سهلة، انا بتكلم تحديدا على أذربيجان وأرمينيا، و كانت جرأة نوعا ما من السيد الرئيس انه هو يزور في هذا التوقيت أذربيجان وأرمينيا، واحنا طبعاً شفنا طبعاً وصول السيد الرئيس كان هناك حادث إرهابي في إيران للسفارة الأذرية. طيب يعني استشعرت واحنا عارفين ان هناك خلاف من نوع ما ما بين أذربيجان وأرمينيا على اقليم ناغورنو كاراباخ، هل مصر زي ما بنقول هي الوساطة ما بين الدولتين لكي يعني تهدأ الأمور، خاصة يعني لو شفنا المحادثات كان عن الهجرة غير الشرعية، مكافحة التطرف والإرهاب، وهي منطقة خليني أقول منطقة ملتهبة، كل اللي حواليهم أيضا منطقة مش سهلة. طبعا يعني مصر تسعى وبكل قوة إلى تلطيف وتبريد الأجواء بين أذربيجان وأرمينيا، مصر بما لها من سياسة حكيمة ورشيدة ومتزنة وباعتبارها وسيط مقبول من كلا الدولتين،
وبالتالي كان في دعوات من أرمينيا تحديدا بأن تتدخل الدولة المصرية، ووجهت دعوة صريحة للقيادة السياسية المصرية لكي يكون هناك فتح أفق بين أذربيجان وأرمينيا للعمل على أن يتم حل المشكلات بالطرق السلمية، في ظل أن هذه هي السياسة الخارجية المصرية الثابتة والواضحة، وهي من الثوابت الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية، من أنه لابد من وقت الفتنة، لابد من البحث عن حلول سلمية للقضايا العالقة، وفي ظل صراع محموم بين الدولتين وعلى إقليم ناغورنو كاراباخ، ده بيؤكد على أن الدولة المصرية لديها استراتيجية واضحة في التعامل مع القضايا الدولية، وتحركت السياسة الخارجية المصرية وانطلقت إلى القضايا الدولية، لم تتوقف سياسة مصر الخارجية على دعم القضايا العربية في محيطها العربي أو الإقليمي فقط، ولكنها انتقلت بشكل كبير إلى كيفية إيجاد حلول للقضايا الكبيرة التي تهدد السلم والأمن الدولي. وده اللي شاهدناه أيضا من تصريحات سيادة الرئيس في كوب 27 بشكل واضح، من أنه يعني إذا أرادت روسيا وأوكرانيا توسط الدولة المصرية لحل هذا الصراع، فإن الدولة المصرية لن تتأخر بأي شكل عن أن تكون همزة الوصل وحمامة السلام بين روسيا وأوكرانيا، باعتبار أن الأزمات المتراكمة في العالم تحتاج إلى نوع من أنواع التهدئة والترطيب وتلطيف الأجواء والبحث عن حلول سلمية حقيقية لأزمات هي من الممكن جدا أن تهدد النظام العالمي. وهذا ما دأبت عليه السياسة الخارجية المصرية من خلال ثوابت، وده اللي شعر بيه كل الدول. يعني أصبحت للسياسة الخارجية المصرية شكل ومعنى حقيقي في البحث عن حلول سلمية لهذه القضايا، وده اللي انعكس على أن هناك رغبة حقيقية في أن تتوسط مصر بين أذربيجان وأرمينيا للعمل على حلها. حضرتك أشرت لقضيتين أخطر من بعض أيضا، سواء هي القضية الأولى وهي القضية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. مصر لديها تجربة رائدة وملهمة ونجحت بشكل كبير في أن تقضي على الإرهاب، وده من خلال ليس فقط أمنيا ولكن من خلال مقاربة شاملة، مقاربة فكرية، مقاربة دينية، مقاربة اجتماعية، أيضا مقاربة أمنية، وده اللي بينعكس على أن الإرهاب أفت الشعوب الآن، وهو إرهاب عابر للحدود وغير متوطن في مكان أو غير مستوطن في مكان واحد، وبالتالي تبادل المعلومات بين الدول ينجح جدا في القضاء على التنظيمات الإرهابية. أيضا فيما يخص قضية الهجرة غير الشرعية، مصر نجحت في أن توقف أي تمدد للهجرة غير الشرعية إلى أي مكان في العالم من خلالها منذ العام 2016، وده دلالة واضحة على نجاح الدولة المصرية في عدم تصدير مشكلات للعالم، في ظل أن العالم الآن يمج بالأزمات ولا يحتاج إلى مشكلات أخرى. دكتور حامد، يعني احنا انا هقول بس كلمة صغيرة قبل ما اختم، استكمالا للي قاله دكتور حامد فارس انه السياسة الخارجية المصرية واضحة بالنسبة لكل الدول. انتوني بلينكن كان ليه امبارح تصريح، هو وصل القاهرة بالامس، قالك انا، وطبعا احنا عارفين كلنا ان الاوضاع في فلسطين واسرائيل في حالة تصاعد كبيرة، قالك انا كنت حريص ان انا اجي مصر الاول قبل ما اتوجه للضفة الغربية وإسرائيل. لن تستطيع أمريكا تعلم دور مصر ومكانتها، صحيح. ولن تستطيع الذهاب إلى القدس المحتلة أو إلى رام الله إلا من خلال الدولة المصرية التي هي رمانة الميزان في المنطقة. عشان كده زار مصر الأول وجي قاعد النهاردة. بتفق مع حضرتك. يعني ده استكمالا لكلام حضرتك. دكتور حامد فارس، أستاذ وخبير العلاقات الدولية، نورتني وبشكرك شكرا جزيلا. سعيد مع حضرتك أستاذ. شكرا يا فندم. سعيد مع حضرتك. مشاهدينا الكرام، فقرتنا خلصت لكن حلقتنا لسه ما خلصتش. بعد الفاصل إن شاء الله موعدكم مع الفقرة الطبية.
كليوباترا جروب، العلامة المصرية للثقة العالمية. هنعرف مع بعض النهاردة إزاي نعيش حياتنا بصورة صح. عيش حياتك بصحة. الشعر بتاعنا هنخس من غير حرمان. عيشها من غير تعب ولا ألم. وصفة صحية متكاملة العناصر الغذائية وقليلة السعرات الحرارية. لو تعودنا على لايف ستايل صحي هيفرق في صحتنا. عيشها برشاقة. أنا عندي إرادة، عندي إرادة إن أنا أبقى أفضل وضع. سمنا مرض خطير كمان بيزود أعراض الضغط، بيزود أعراض السكر. خليكي راضي عن نفسك وكمان سعيد. عيش حياتك من السبت إلى الاثنين الواحدة ظهرا على صدى البلد. صباح الخير وصباح الرضا وصباح السعادة على كل مشاهدي صباح البلد. كل يوم بحاول مع حضراتكم ان احنا نصلح المفاهيم المغلوطة، ان احنا ما نستسلمش للجهل، خاصة لو الجهل ده ممكن يخسرني ان انا اعيش حياتي مبسوط او يخسرني ان انا اكون أسرة. في من فترة ممكن نقول مش بعيدة قوي كان في مواضيع زي اللي هنتكلم فيها النهاردة كانت تابو، أو عشان إحنا مجتمع عربي وشرقي بلاش نتكلم على الحاجات دي، ولولناها مواضيع عادية جدا وأمراض عادية جدا، وبالعكس هي محتاجة حاجة واحدة بس، زيارة للطبيب. وفقرة زي فقرتنا النهاردة هي محاولة تاني يوم ومحاولة مهمة جدا جدا لتغيير الفكر الغلط عند الناس، ونوريهم قد إيه إن الموضوع بقى بسيط ونسب النجاح بقت عالية جدا جدا. موضوع فقرتنا النهاردة هو الضعف الجنسي لدى الرجال، وضيوف النهاردة هيكلمونا عن أحدث طرق العلاج ويتكلموا باستفاضة وكمان يردوا على الأسئلة اللي في آذان حضراتكم. اسمحوا لي الأول أرحب بضيوفي اللي منوريني في الاستوديو النهاردة، دكتور ياسر بدران أستاذ طب وجراحة المسالك البولية وعلاج الضعف الجنسي وأمراض الذكورة، ودكتور محمد هنداوي أستاذ طب وجراحة المسالك البولية وعلاج الضعف الجنسي وأمراض الذكورة. أهلا بيكم منوريني. أول حاجة كده نوجه أول سؤال لدكتور محمد، هل الضعف الجنسي مشكلة كبيرة ولا لا يا دكتور محمد؟ هو احنا أول حاجة نوجه الشكر لحضرتك على المقدمة الإيجابية اللي حضرتك تفضلت بيها. ربنا يخليك. الحقيقة ده فعلا حقيقة، في الأوقات الماضية كانت الناس هذه المواضيع لا يتم الحديث فيها نهائيا. لا، احنا ابتدينا نكسر هذه الحواجز وابتدينا نتكلم. الأول كنا نتكلم على السوشيال ميديا، دلوقتي على شاشات التلفزيون يمكن أوسع انتشارا، وابتدت الناس فعلا تتفاعل وتبتدي تاخد موقف وإجراء لحل مشاكلها اللي كانت هي يعني مخبياها أو مدارية عليها. الضعف الجنسي هو فعلا بقى مشكلة كبيرة، فعلا احنا نتكلم على معاناة حوالي 40% من الرجال على مختلف الأعمار بيعانوا من مشكلة أو أكثر في مشاكل الضعف الجنسي. لو احنا رجعنا الإمباكت بتاع ده أو تأثير ده على الأسرة، طبعا تأثيره كبير إن الأسرة تتفكك حتى لو كانت في الشكل العام هي أسرة لسه مستقرة، لكن بيكون فيه داخل الأسرة أنواع من التفكك، لأن ده مبني على علاقة طبيعية حميمية ربنا خلقها علشان تضمن استمرار الأسرة. لو رجعنا التأثير ده على المجتمع ككل، لا تأثيره سلبي، حتى إن منظمة الصحة العالمية بتوصي بعلاج مثل هذه المشكلات علشان المجتمع نفسه يكون مجتمع منتج، لأن الأسرة لو في بينها وبين بعض عدم رضا الإنتاج بتاع الأسرة هيكون أقل، وخصوصا إحنا نتكلم في برنامج صباحي، إحنا بنصبح على الناس نقول لهم الواحد لو ما كانش مرتاح في بيته مش هيقدر يصحى الصبح رايح شغله عنده نية للإنتاج. وجود أمراض زي السمنة المفرطة وعدم ممارسة الرياضة وعدم الأكل الصحي، أمراض زي الضغط، أمراض شرايين القلب، ارتفاع نسبة الكوليسترول،
مشاكل زي الأورام الخبيثة في الحوض وفي البروستاتا وفي المثانة، الحاجات دي وعلاجاتها للأسف يعني سواء هذه المشكلات أو علاجات المشكلات دي برضو بتؤثر سلبا على القدرة الجنسية. يعني دي ممكن تعتبر مضاعفات مثلا الأدوية أو نتيجة الأمراض المزمنة دي من أسباب الضعف الجنسي. الأمراض نفسها، السكر وعدم انتظامه بشكل تمام، كل هذه الأمراض وعلاجاتها بتؤدي في الآخر إلى ضعف جنسي. إما كناش إحنا واعيين واخدين بالنا من الحاجات دي هيحصل تفكك فعلا في الأسرة ومش هنعرف نكمل. عشان كده إحنا بندعو أي مريض من هؤلاء المرضى إن هو في بداية وجود بوادر لهذه الأزمات إن هو يلجأ للطبيب علشان يحل صح، لأن كتير من الناس بتروح الصيدلية يروح حتى لبعض الأعشاب وحاجات غريبة كده. أيوه، عشان يعني بالنسبة له ده أكتر حاجة ممكن يعملها، يعني حاجة سريعة كده ومش هروح. إحنا بنقول إحنا في البداية إحنا نلجأ إلى الطريق السليم علشان في النهاية ما نعانيش معاناة كبيرة ونعرف نحل مشاكلنا من أولها وما نلجأش إلى حلول تكون يمكن أكثر تضررا للمرض. أنا شايفة الحمد لله بنسبة كبيرة جدا، لأ الفكرة اتغير عن زمان ونسب النجاح عالية، وده اللي بيشجعهم كمان إن هم يقدموا على خطوة إن هم يروحوا للدكتور. هننتقل للسؤال الثاني. دكتور ياسر، في رجالة كتيرة بيقول طيب إزاي بيتم بقى تشخيص موضوع الضعف الجنسي ده؟ هل بشوف الفاميلي هيستوري؟ هل بشوف مثلا التاريخ المرضي بتاع البيشنت او بتاع المريض؟ هل بكشف طبي؟ بنشخصه ازاي؟ تكملة لكلام دكتور هنداوي، حتة لطيفة جدا، هنقول ليه بيحصل مشاكل زوجية اذا فشت العلاقة الزوجية الحميمية. تمام. هو ربنا سبحانه وتعالى خارق في العلاقة الزوجية الحميمية هرمونات بتفرز من المخ وبتروح لجميع أجزاء الجسم عشان تشعرها بالسعادة. فالعلاقة الزوجية هي بتدي في الآخر إنتاجها إيه؟ سعادة. العلاقة الزوجية إنتاجها سعادة بس لا، وإنتاجها طاقة حيوية. الرجال لما بيعملوا العلاقة الزوجية الحميمية بنجاح وقوة ويقدروا يأدوا كويس، اللي بيحصل إن بيبقى فيه طاقة وإن هو بيقدر ينزل الشغل كويس، يقدر يؤدي في الشغل كويس، بني آدم منتج جدا جدا. وعشان كده احنا بنقول العلاقه الزوجيه الحميميه هي دي بقى الموده والرحمه. أيوة. اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى في تكوين الاسره من اساسها العلاقه الزوجيه الحميميه اللي بتفرز هرمونات السعاده، هرمون الاندورفين، هرمون الحب الاكستوسين. ففي هرمونات كتيره قوي فسيولوجيه ربنا بيخلقها في اتمام العلاقه الزوجيه. طبعا لو حصل فشل في العلاقه الزوجيه دي طبعا كل الهرمونات دي بتبقاش موجوده، العكس بيبقى موجود. يعني لو هرمون السعاده هو اللي موجود في العلاقه الزوجيه، لا ده هرمون الكورتيزول اذا فشل العلاقه الزوجيه بيبقى موجود، وده بيدمر حاجات كتير، بيدمر منها التستوستيرون هرمون الذكوره وما شابه وهكذا، وبيخلي الانسان متوتر وبيخلي الانسان عصبي، وده اللي يخلق العصبيه والتوتر. الحاله المزاجيه في بالظبط. طب هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، وده اللي بيخلق التوتر والعصبيه اللي موجوده في الاسره اذا فشلت العلاقه الزوجيه الحميميه وفي الاخر يحدث الطلاق. عشان كده احنا بنقول ان نسبه اكتر من نسبه 40% من الطلاق نتيجه ضعف الحاله عند الرجال واتيفر. يعني ده الامباكت فاكتور او ده الاسباب اللي بتؤدي ان يحصل طلاق بالنسبه للرجل. بالنسبه للسيدات برضو هي بتتوتر جدا، بتبقى أوكي. عصبية جدا. الحاجة التانية بيبقى بتصاب بألام في الحوض وألام في الظهر نتيجة عدم إتمام العلاقة الزوجية. تمام. وطبعا ده بينعكس طبعا في الآخر الأسرة، الرجل متوتر والزوجة متوترة، طبعا البيت كله حريقة يعني. تمام. بس الموضوع دلوقتي يعني أنا برضو عشان دايما أحفز الناس إن هم ياخدوا خطوات في حياتهم بحب أوريهم قصص نجاح. ومعانا قصص نجاح حلوة جدا جدا لناس فعلا أخدت قرار واحد سليم إن هي تروح للطبيب المختص. نطلع نشوفه ونرجع نعرف بعدين. مشاهدينا نطلع نشوف التقرير القمان. رحت عملت العمليه ما فيش فيها اي تعب ولا حاجه خالص، بتبقى اول اسبوع بس عشان الادويه وبعد كده ما فيش حاجه خالص، كان الانسان عايش طبيعي خالص. الاحساس بنسبه 100% احسن من الاول. الدكاتره اللي امام بعد احترامي لهم كلهم ما عندهمش الجراه ولا الكفاءه ان هم يعملوا عمليه زي دي. بصراحه الدكتور ياسر انا اعتبره راجل 10 على 10 واقسم بالله زوجتي ما تعرف ان انا عملت حاجه. لاي حد بده يعمل العمليه دي اعملها بنسبه 100% وسيبها على الله. والله كثر خير يطول عمرك، ما قصرت صراحه.
عملية ناجحة وشغلك ممتاز جدا جدا وتستاهل كل خير. ربنا يبارك. وأنصح أي واحد سعودي يبغى يركب دعام ولا هذا يجي عندك. طيب. حقيقة يعني ما أقول الحقيقة والله. ربنا يبارك في حضرتك. أنا كنت عرفت إن حضرتك بتعالج الناس اللي عندهم ضعف جنسي بالأعشاب. نعم بالأعشاب نعم والحبوب وبعض، لكن الآن خلاص بتوقف. اللي عنده ضعف جنسي يجي هنا. ليه؟ أحسن له من الحبوب وأحسن له من أي شيء وأحسن له من الأعشاب. في انواع الاعشاب ممكن تمشي مع الواحد. هو الضعف الجنسي البسيط ممكن يتعالج بالاعشاب. ايوه لكن الحل الضعف اللي ما عاد فيه ما عاد يصلح به الاعشاب هذا يسوي الدعام. طيب. احسن شيء الدعامات. طيب احنا موضوع الدعامه، احنا العمليه نفسها هل فيها صعوبه؟ يعني انت حضرتك حسيت ان في صعوبه وكده في العمليه؟ والله العظيم ولا صعوبه ولا اي شيء. طيب بعد العمليه؟ بعد تمام. وانا شو الان كشفت علي انت كل شيء تمام، الجرح تمام، كل شيء تمام. بعدين الجرح ايش؟ جرح بسيط يعني ما ولا في ضرر ولا في اي شيء. الله يجزاه خير اللي اخترع الدعامه هذه. كانوا من الناس من اول يعانون، يعني واحد بلغ 70 80 ولا عاد حتى الحبوب ولا حاجات ما عاد تنفع فيه خلاص. انا لي صديق والله اللي ركبها عمره 85 سنه وان الان عليه ولدين وقد ايس ما عاد يسوي حاجه مره. انصح اي واحد ما عاد عنده حي يقوم لا عاد ياخذ اعشاب ولا ياخذ شيء يجي يسوي له دعامه. طيب على بركه والله هنا احسن شيء وافضل شيء. وبالعكس الا حتى بعض الرجال يمكن يبغى يطلق زوجته عشان ما عاد عنده شيء يخجل، وهي برضه تقول ما عاد ابغاك مثلا، لكن الدعامه يا سلام تخلي الواحد كل من الطرفين يكونوا مبسوطين. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا بعد التقرير الرائع ده، واعتقد ان احنا زي ما احنا بنقول يعني بيشجع وفي طاقة سعادة جميلة جدا. كلمنا يا دكتور ياسر برضو نرجع للنقطة ازاي في مميزات كتيرة جدا للرجالة اللي بتاخد الخطوة ان هي تروح للدكتور. بصي طبعا احنا في الاول التشخيص. التشخيص بيعتمد زي ما سيادتك بتقولتي التاريخ المرضي للمريض. الحاجة التانية بعض الفحوصات والأدوية والكشف السريري اللي احنا بنعمله. الحاجة التالتة سونار دوبليكس على العضو عشان نطمن الشرايين أخبارها إيه والأوردة أخبارها إيه. وطبعا رقم واحد التاريخ المرضي. ده أول ده حاجة بنقول. أول حاجة لازم تاريخ المرضي. أوكي. وبالتفصيل كمان. يعني ممكن يكون في حاجة في العيلة ممكن كده ولا ليه تاريخ المرضي بتاعه؟ هو مش في العيلة، ممكن يكون مثلا رجل مصاب قبل كده مثلا في مشاكل في الظهر مثلا. عامل عنده غضروف مثلا، عنده كسر في عنده أمراض في المثانة، عنده أمراض في البروستاتا. وهكذا. هل ضعف ال 80% أو 100% من الرجال اللي بيعاني من ضعف الانتصاب هم 80% منهم يستجيبوا للأدوية؟ دي نسبة كبيرة. نسبة كبيرة جدا. وفي منهم أكتر كمان من 20% بيستجيبوا لتغيير نمط الحياة. يعني يمارس الرياضة، ينزل بقى الوزن الزيادة، يبتدي يبقى أكتف كده، يحب مراته مثلا مثلا الحاجات دي كلها. يعني برضو الشق النفسي ليه دور كبير جدا. مهم جدا أكيد. مهم جدا. 20% فقط بنلجأ ليهم لطرق جراحيه اللي هو زي زرع الدعامه. واحنا الحقيقه انا ودكتور هنداوي طورنا عمليه زرع الدعامه، بتبقى الطريقه بسيطه جدا، جرح صغير جدا من كيس الصفن بعيد عن العضو خالص. العمليه نصف ساعه، المريض بيروح في نفس اليوم، الغيار بيتشال بعد 24 ساعه، بيقدر يستحمى بميه وصابونه عادي، مفيش ادنى مشكله خالص. في نفس اليوم بيروح ولا بقى يتنقها وياخد اجازه من الشغل والكلام ده كله خالص. أوكي. الفكره كلها ان زي ما الرجال بيقول يعني. أيوة. الرجال بيقول ان مراته حتى ما تعرفش ان هو عمل عمليه. عشان هو الجرح مخفي بين التعرجات اللي موجوده في كيس الصفن. وكمان هو جرح صغير عباره عن شق صغير جدا اقل من عقله الصباع، فبنقدر نعمل بيها العمليه بطريقه بسيطه وسهله، والمريض لا يشعر باي الم بعد العمليه. طيب هل بقى يعني ده برضو ايه؟ لا نتكلم من الاول دكتور محمد. في سؤال مهم قبل ما اجي هنا لما بعد العمليه والبوست كير، ليه سموكوا صناع السعاده؟ شوفي بجد يعني انا فعلا انا شايفه دايما صناع السعاده مرتبط باسامي حضراتكم، ليه؟ شوف احنا لو رجعنا للتقارير دي وشوفنا الامبريشنز او التعبيرات اللي على وش الناس وهي بتتكلم لا هنفهم يعني ايه صناع السعاده. ما قبل العمليه يختلف تماما عما بعد العمليه. نكد وتوتر ويعني بيكبروا الموضوع في دماغهم، تحمل وخوف داخلي.
بعد العملية لا، يعني الوضع يختلف تماما. استعادة الثقة كده. استعادة الثقة بالنفس، استعادة القدرة والحيوية، وترجع الدورة الهرمونية الطبيعية ان هي تكون موجودة. لو شفنا الفارق ما بينهم، هو الفارق ما بينهم تقريبا من نص ساعة الى ساعة الى ربع في داخل غرفة العمليات، لدرجة ان انا شفت في مرة احد المرضى مجرد ما خرج من غرفة العمليات انا لقيته بيبكي. انت بتعيط ليه؟ هي المشكله. بيقول انا بقالي 20 سنه اعاني وما كنتش متخيل ان انا هلاحظ النتيجه بالسرعه دي. فالحقيقه يعني نقدر نتخيل قد ايه كم السعاده اللي حلت على هذا الرجل، يعني لدرجه ان هو لدرجه ان هو يبكي. لو دورنا على العوائق هنلاقي ان الخوف من اجراء عمليه، الحاجه الثانيه الجهل عند بعض الناس، المعلومه مش متوفره، هو ما يعرفش ان فيه حلول بهذه البساطه، هو متخيل ان الموضوع انتهى وخلاص وهو ملزم ان هو يعيش حياته بهذا الشكل. الحاجه الثالثه ان قصه الالم بعد العمليه، وهي يمكن الحاجات دي الحمد لله ربنا كرمنا انا والدكتور ياسر في ذكورة كلينك عرفنا نتغلب عليها. قدرنا نعمل العمليه بدون جرح العضو نهائي، لان دي منطقه حساسه واي واحد لازم هيخاف ان هو يكون في جرح في هذه المنطقه، او ما يترتب عليه من غيارات كل يوم وندبه ممكن تكون موجوده واسكار وشكل الجرح ما يبقاش كويس. تجنبنا الموضوع ده نهائي وبعدنا تماما عن المنطقه المهمه دي، وابتدينا نحط الدعامه من منطقه بعيده اللي هي كيس الصفر. الحاجه الثانيه جرح صغير جدا بيلتئم في خلال 24 ساعه وبيشيل الغيار، ومش محتاج ان هو يروح ويجي للدكتور، لان يمكن سريه العمليه كانت بتؤرق بعض الناس. انت رايح للدكتور، انت جاي من الدكتور، انت قعدت في المستشفى، الحاجات دي ما هياش حاجات لطيفه. ويمكن الواحد خلال هو يوم واحد اللي هو اللي بيقعد نصه في المستشفى ونصه في البيت، ثاني يوم هو بيقدر يرجع حياته طبيعيه جدا، بيقدر حتى يستحمى في بيته، مش محتاج ان هو يتردد على الطبيب. يعني احنا اخيرا اخيرا فتحنا ملف مع صناع السعاده. انا بقى يعني بقالي فتره كبيره جدا يا جماعه بحاول ان انا اقعد القعده دي وان احنا نبتدي نتكلم عن الموضوع، لان يعني كميه الناس اللي بتتكلم والحالات اللي على يد حضراتكم فعلا اتعالجت حاجه مفرحه وحاجه مشرفه. نورتوني وان شاء الله الحديث بقيه. بشكركم جزيلا. بشكر دكتور ياسر بدران استاذ طب وجراحه المسالك البوليه وعلاج الضعف الجنسي وامراض الذكوره، ودكتور محمد هنداوي استاذ طب وجراحه المسالك البوليه وعلاج الضعف الجنسي وامراض الذكوره. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله في رعايه الله.